مركز معالجة بيانات مديرية المستندات والوثائق المؤمنة. يحتوي هذا المركز على جميع القواعد أو البنيات التحتية لمعالجة طلبات الوثائق البيومترية للمواطنين. هنا في المركز يوجد بيانات تحتية لجمع جميع معلومات وثائق الوثائق البيومترية، أين يتم تحميلها عن طريق الشباك الإلكتروني اللي راهو انستالي او نيفو دي نومبل دو لونسوبل دي كومون دو لا ولايه دالجي. ابري لاخر لا سيزي لانتروجيكسيون دي دوموندور فيا لو غيشي الكترونيك. لي دوني سورون تريتي او نيفو دو سو داتا سنتر. ان تريتمون اوتوماتيك ابري ليدونتيفيكاسيون دي بيرسون فيا لومبرينت ديجيتال. اونسويت لا بريباراسيون دي دوني اي لونفوا دي سي دوني ا لاتولي دو بيرسوناليزاسيون. هذا الاتولي هو أين يتم تشخيص كل الوثائق المؤمنة بما فيها رخصة السياقة. بعد ما يتم تشخيص رخصة السياقة يتم إرسال عن طريق بنية تحتية راهي انستالي هنا اونيفو داتا سنتر. يتم إرسال رسائل نصية للمواطنين تعلمهم بجاهزية الوثيقة. بجاهزية هذه الوثيقة. بعد ما يتم معالجة البيانات و تشخيص او تشخيص لا بيرسوناليزاسيون دي دوكيمون تشخيص الوثيقه شخصنه الوثيقه، يتم ارسال معلومات هذه الوثيقه الى المندوبيه امن الطرق. التي تحتوي على قاعده معطيات لتسيير هذه الوثيقه، لتسيير رخصه السياقه وتسيير جميع المخالفات المرتكبه.